اليوم مشاهدينا ضيفي في الاستشارة الطبية هو الدكتور سلطان سعد جابر، اختصاصي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة. ملف اليوم سيكون للحديث عن طنين الأذن. لماذا نشعر أحيانا ونسمع طنين الأذن؟ هل يقف وراءه أمراض كامنة؟ هل هو عرض لمرض أم هو مرض قائم بحد ذاته؟ وما هي سبل العلاج الحديثة؟ مرحبا بك دكتور سلطان. أهلا آيات. دكتور سلطان نورتنا اليوم في عوافي. بنورك والله دائما كل مرة. تسلم دكتور. بداية طنين الأذن كثير نسمع عنها. يعني طنين الأذن هل له أشكال عدة أم هو يأتي كشكل واحد على تونة معينة عند المصاب؟ نعم كويس سؤالك. طنين الأذن هو عرض في أغلب الأحيان وليس مرض، ولكن إذا فقدنا السيطرة عليه بصير مرض، ولكن في أغلب الأحيان هو عرض لمرض بيكون موجود عندنا في الجسم. يعني له أسباب كثير، ممكن يكون داء منيير اللي هو مشهور. نعم. ممكن يكون نتيجة ضعف السمع. نعم. ممكن نتيجة التعرض لصوت عالي جدا. ممكن نتيجة شد على الأسنان أو على العضلات، عضلات الظهر مثلا أو عضلات الجسم. مرات اختلال في الأملاح في الجسم، مشاكل في الحديد، مشاكل في السكر، زيادة ضغط الدم، شرايين الرقبة إذا فيها مشكلة ممكن نضل نحكي. هذه بالنسبة للأسباب وسنعرج عليها. نعم. لاحقا. أما بالنسبة لشكل الطنين كيف يأتي دكتور؟ ما الذي يشعر به فعليا المصاب؟ أكيد الطنين من اسمه شوي بدل على الصوت، يعني زي اللي واحد خبط على إشي حديدي وطلع رنة. نعم. رنة طنة، فعلى نفس الوزن. ولكن هذا الحكي بشكل عام. بشكل خاص الطنين ممكن يكون على أشكال تانية، ممكن يكون وشيش، ممكن يكون صفير، ممكن يكون زي المتور أو خرير. خرير أي شيء على وزن هاي الكلمة بزبط، لأنه له كثير أشكال صراحة. أكثر نوع دارج اللي هو الصفير. نعم. اللي بيكون صفير زي صفيرة زي هيك. تمام. فإحنا سبحان الله تلقائيا المقولة الشعبية التي نسمع بها دائما، سمعت ترن في إذنك أو صفير في إذنك، في حدا جاب سيرتك بالخير إذا إذنك اليمين، وحدا أيوة قاعد ينم عليك إذا إذنك الشمال. سبحان الله. والله اليوم كنا بنحكي في الموضوع أنا وزميلي فعلا. صح. بس هي مقولة يعني، ولكن ليست حقيقة. لا هي ليست حقيقة أكيد، خرافة يعني، ولكن والله أعلم طبعا. ولكن بشكل عام الطنين هو عرض لشيء موجود في النظام السمعي أو الدماغ أو في الجسم. دكتور بيكون مستمر ولا في فترات معينة من اليوم يسمع المصاب ولا أثناء الهدوء؟ لما نأخذ سيرة مرضية عن الطنين بنسأل دائما متى بيكون الطنين أكثر، الصبح ولا بالليل؟ نعم. في فرق. بنسأل هل هو مستمر دائما ولا متقطع؟ طب إذا مستمر هل هو بنفس الدرجة ولا بنزل بخف وبرجع بزيد؟ نعم. ولا وبنسأل كمان عن درجته، هل هي عالية جدا لدرجة انه مأثر على حياتك ولا لا؟ فهاي بالنسبة لدرجات او خصائص الطنين. والأكثر شيوعا دكتور؟ الأكثر شيوعا اللي هو بيكون بالليل. نعم. هذا يعني 90%. يمكن الهدوء يلعب دور مع عدم وجود أصوات مشوشة كما هو الحال في أثناء النهار وأثناء الذهاب للعمل أو البقاء مثلا خارج المنزل. صحيح. بالليل في أكثر من شغلة بتصير. أول شيء ما في صوت حوالينا، فبالتالي إذا في صوت طنين داخلنا بنحس فيه أكثر. يعني تعريف الطنين بكل بساطة اللي هو استقبال صوت بعدم وجود مصدر خارجي للصوت. نعم. يعني ما فيش صوت حوالينا، ما فيش صوت حوالينا بس عم نسمع صوت كأنه في صوت. نعم. فهو هذا صوت داخل، فهي استقبالنا للصوت مع أنه ما فيش صوت خارجي. نعم. فبالليل بما أنه ما فيش صوت خارجي فبنصير نسمع صوت الطنين بشكل أعلى كثير، لدرجة أنه في ناس ما بتقدرش تنام بسهولة. وهذا الأمر فعلا مزعج، لذلك عادة ما يلجأ المريض لك ولا حيلة لديه، استخدم كل الأساليب لمنع هذا الصوت من التكرار، لكن وصل إليك يمكن في حالة مزمنة. بالتأكيد الحالات الحادة والحالات المزمنة لها شقين من العلاج، ولكن دعنا نتحدث عن الفئات العمرية الأكثر إصابة بطنين الأذن. هل فعلا طنين الأذن عادة ما يرتبط مع تقدم السن أم الأمر لا علاقة بينهما؟ صحيح. بشكل عام كل ما كبر السن كل ما زادت نسبة الطنين،
ولكن في فئات عمرية اللي هم عشرينات وثلاثينات وحتى ممكن أصغر وأكبر من هيك، إذا تعرضوا لصوت عالي جدا نتيجة مثلا إطلاق عيارات نارية أو تعرضوا لأصوات عالية في الأعراس أو في المناسبات أو أماكن نزاعات والحروب دكتور، ممكن صحيح برضو، والجنود كمان إذا أثناء الحرب الله يبعد الحرب عن الجميع، هذا التعرض للصوت العالي قد يؤدي إلى ضعف سمع يليه طنين. يعني الطنين مرتبط ارتباط وثيق بضعف السمع ولا لا شرط؟ أكيد في علاقة وطيدة بين ضعف السمع والطنين، يعني لما يكون في تعرض لصوت عالي ويؤدي لموت الخلايا داخل القوقعة بصير في عندنا طنين. أغلب المرضى اللي بيجوا عندهم ضعف سمع بيكون في عندهم طنين، فلازم دائما ناخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وبالتشخيص نكون مركزين انه نعرف درجه ضعف السمع. كمان تلف الاهداب السمعيه دكتور التي تلعب دور في ارسال هذه الاشارات الصوتيه الواضحه او الاشارات الصوتيه المشوهه التي تتسبب بالطنين، هل يمكن اعاده تجديدها دكتور؟ هذا سؤالك ما زال قيد الدراسه، في دراسات كثير على الموضوع، في بعض الدراسات بتحكي انه نحن ممكن نعطي خلايا جذعيه لاعاده بناء وهيكله الخلايا المستقبله للصوت داخل القوقعه، وهي دراسات، وفي ناس بيحكوا حتى ناقلات فيروسيه، هاي احدى الدراسات. احدى الدراسات الاخرى اللي انا كثير بحبها اللي هي اعاده بناء الخلايا عن طريق الصوت. عظيم. فهاي اصلا احدى طرق العلاج اللي بيجوا الناس عندي بتعالجوا فيها، والحمد لله نسبه ال يعني في تجارب سريريه واضحه، في تجارب سريريه وانا داخل فيها والامور تمام. كيف بتكون دكتور؟ تشرح لنا عنها لو سمحت. يعني انت حابه احكي عن العلاج؟ نعم. تبع الموضوع؟ نعم. تمام. طبعا العلاج بالصوت هو استخدام اصوات معينه بترددات معينه لتحفيز الدماغ وتحفيز ترددات معينه لتنشيط الخلايا الميتة أو الخلايا الضعيفة. المشكلة دكتور البعض يفهم العلاج بالصوت كمن يريد أن يسمع وشيش آخر، مثلا يروح يسمع موجات الراديو أو موجات التلفزة اللي تكون القناة مثلا فيها فعليا مغلقة، هذا هو العلاج بالصوت أم هو أسلوب خاطئ؟ لأنه بعض الأطباء يقول لك روح اسمع مثلا قناة راديو مشوشة ممكن تغلب على هذا الطنين اللي قاعد تسمعه وتشعر فيه. صحيح. مرة ثانية الموضوع قيد الدراسة، وأنا بالحظ كنت داخل في الموضوع قبل ما أعرف عن الدراسات أصلاً، ولما عرفت عنها مشيت. في درجة صوت معينة إذا بنسمعها بترددات معينة، حتى لو كان ترى مسلسل أو وثائق، ولكن لازم يكون بدرجة صوت وبعد إجراء فحص أو تخطيط سمع. عظيم. بعد فترة معينة بساعد الطنين بشكل كبير، وأنا الحمد لله مرضاي كثير مبسوطين. بعد سنة وسنة ونص 18 شهر تقريبا نسبة الطنين نزلت عندهم 70-80%. أنت تعطيهم موجات معينة دكتور من الصوت؟ أول شيء ببدأ بعمل تخطيط سمع. نعم. وعلى أساسه بحدد لهم الصوت اللي يسمعوه وكيف، وهم بفهمهم كيف الطريقة، وهم بعدين بصيروا لحالهم يعرفوا شو يسمعوا. العلاجات الأخرى دكتور هل من علاجات دوائية؟ كعلاجات دوائية في طبعا حسب السبب، يعني إذا كان السبب شد عضلي بمفصل الفك أو الظهر بنعطي مرخيات عضلات. نعم. إذا كان نتيجة التوتر ممكن نعطي بعض المهدئات طبعا مع الأخصائي المختص الأخصائي النفسي. أما إذا كان في عندنا مشكلة بالسكري بنعالج السكري، ضغط الدم بنعالج ضغط الدم، نعطي أدوية. تخيلي واحد عنده ضغط دم وعنده طنين، بنعطيه بس بتعالج للضغط الطنين بيختفي كليا. فهاي كعلاجات دوائية، وفي طبعا مكملات غذائية موجودة بالسوق أغلبها بتساعد شوي بنسبة ضئيلة تقريبا 5-10%. في واحد جديد بيساعد كأنه 20-30% شفته يعني، وفي ناس جربوه حكوا لأنه كويس، وطبعا يعني الواحد ما ببين إلا لتعدي فترة على وجود دكتور الدواء. أنت ربطت العلاجات بالأسباب، نحن أجلنا الحديث عن الأسباب لكن الآن سنعرج عليها كما ذكرت في بداية اللقاء، لكن سنعرج عليها بشكل موسع. بداية ما هي أسباب طنين الأذن دكتور؟ نتحدث عنها كل واحدة على حدة. كويس. في مدرستين عامين بالطنين، أول مدرسة بتحكي أنه السبب من الأذن، والمدرسة الثانية بتحكي من الدماغ. أنا برأيي هي من المكانين، وبرضه طبعا الأساس بيكون من يا إما من الجسم نفسه، إذا مثلا نسبة الكورتيزون عالية ممكن تؤدي لطنين، هذا بصير لما حدا يكون متوتر نسبة الكورتيزون بتعلى فبتؤدي لشوية طنين في الجسم. الضغط العالي، نقص الحديد. إذن التوتر والضغط النفسي يؤدي إلى طنين نتيجة ارتفاع الكورتيزون. نعم. إذا في عندنا شد عضلي بيؤدي إلى طنين. شد العضلي دكتور نسمع بأنه واحد من كل 10 حالات طنين أذن يقف وراءها
مشاكل الرقبة أو الانزلاق الغضروفي القطني بنسبة 66%. مش متأكد من هاي الدراسة، ولكن نسبة في نسبة كويسة نتيجة الشد العضلي. بالنسبة للحالات اللي تشوفها دكتور، لمست هذا الشيء؟ نعم لمسته أنا تقريبا حوالي 20% من الحالات صراحة. نعم. وأتوقع برضو لها دور بالتوتر، يعني التوتر مش بس بيرفع الكورتيزون، التوتر بيؤدي لشد مزمن في عضلات الجسم. نعم. عشان هيك طلاب التوجيهي أو اللي عندهم امتحانات جامعة، بالذات طلاب الطب، بيكونوا هم بيدرسوا صار لهم أشهر شدين على كتافهم، أول ما يخلصوا الامتحان وتطلع النتيجة برخوا، الجسم بيرتخي. نعم. فجأة بقول لك الطنين راح، الصداع راح، وجع الظهر راح، فبرضه التوتر بيؤدي لشد عضلي. في كمان الناس اللي عندهم مشاكل بالأسنان، مفصل الأسنان، ممكن أعطيهم بوتوكس أو أعطيهم مرخيات عضلات أو أبعتهم على أخصائي وجه وفكين أو طبيب أسنان يتعامل معهم بالنايت جارد أو الواقي الليلي أو إذا بدهم شغل أسنان. بعض الأسباب الأخرى طبعا التعرض لأصوات عالية زي ما حكينا، كان بمناسبات أو طخ، أو ضعف السمع الوراثي ممكن إذا زاد، ضعف السمع نتيجة الكبر، والتهابات الأذن طبعا، مشاكل الأذن الداخلية والخارجية، الداخلية داء منيير أو التهاب الأذن الداخلية، التهاب الأذن الوسطى اللي هي الكولستياتوما، شو بسموها بالعربي، هي خلايا غريبة موجودة داخل الأذن الوسطى بتؤدي لهذه الشغلة. تراكم السوائل دكتور في قناة يوستاكيوس، السوائل اللي في الأذن الوسطى إذا قناة يوستاكيوس مسكرة ممكن برضو تؤدي لطنين، ولكن هاي ممكن تأخذ شوية وقت لتصير. التكلس ممكن يؤدي، التهاب خشاء الأذن الخلفي اللي هي العظمة خلف الأذن ممكن تعمل الضربات طنين. دكتور الصدمات وكسور العظمة اللي فيها الأذن طبعا هاي بتؤدي لطنين، صدمات الرأس زي ما حكينا، الكبر كثير مهم صراحة، لأنه كثير ناس كبار في السن بيعانوا من الطنين. في هاي الحالات بالعادة بنوصف سماعات خاصة فيها بتساعد على تحفيز العصب وبتساعد على تخفيف صوت الطنين بطرق علمية معينة. دكتور، من الدراسات الحديثة وجدت أنه يوجد علاقة بين تناول المنتظم للمسكنات خاصة الأيبوبروفين الأسبرين، اللي لقوا الأطباء أن هنالك جدوى من تناولها في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أنها قد تتسبب فعلياً بطنين في الأذن خاصة عند النساء. نعم صحيح، في كثير أدوية الانسيدز، ممكن الأسبرين كمان. نعم. نفس العائلة هاي، لما نأخذها لفترة مطولة قد تؤدي إلى طنين، والأسبرين بالذات اللي بوقفه بخف الطنين عنده، هذا الأسبرين بالذات كدواء الأسبرين. نعم. ولكن بشكل عام أي أدوية بناخدها على مدار سنوات أو فترة طويلة قد تؤدي إلى طنين، زي ما قد تؤدي إلى صداع. فإذا بنرجع للنقطة الأساسية أن الطنين هو عرض وليس مرض. طنين في أذن واحدة أم أذنين دكتور؟ أنا بالعادة إذا طنين في أذن واحدة بخاف. شو الفرق؟ بخاف. إذا كان في أذن واحدة معناته ليش مش في الأذن الثانية بكل بساطة، يعني ليش في هاي مش في هذيك، فبدل أنه في مشكلة في الأذن موضعية لازم أفحصها. أما إذا كان في الجهتين فالعادة بحكي توتر أو العضل، عضلة الظهر شادة من الجهتين، أو نقص حديد أو زيادة في السكر، أو يعني عدم انتظام في السكر أو ضغط عالي، فبفكر في هذه الأمور. لها علاقة بالأمراض المزمنة، علاجها يكون أسهل دكتور؟ أي واحدة فيهم عندما تكون في أذن واحدة؟ مش شرط، حسب الحالة، حسب الحالة. إذا كانت منير علاجه مطول شوي، بيعتمد على التشخيص، والحمد لله أنا كثير مبسوط في كثير مرضى عم بيجوا وعم بساعدهم في تشخيص منير، تشخيصه شوي صعب. شو أعراضه دكتور؟ منير بالذات بيجي معه ضعف سمع، ممكن في أذن واحدة أو أذنتين، عادة في أذن واحدة، ضغط، شعور بضغط في الأذن. نعم. طنين، ضغط يعني مثل إشعار أنها مغلقة كأنه في سوائل في الأذن. نعم. أدوخة بالذات داء منير، ممكن المريض يجي بس عنده طنين، بس طنين فقط، يكون هون التشخيص صعب لأنه إحنا بندور على الطنين ما بندور على منير. نعم. فبنتغلب شوي. وفي كان حالة زي هيك، كان عندها إجت حكت لي عندي سوائل، عملت لها عملية للسوائل، حطت لها تيوب، قلت لها نسبة الشفاء إن شاء الله تمشي. هلا مشت الأمور، ولكن ظل عندها بعض الأعراض. بعد الفحص الدقيق يعني تبين إنه عندها منير. هاي من الحالات بتواجهني هاي الشغلة، بيجوا عندهم بيكون فعلا في اختلال بضغط الأذن، بنحط تيوب بس بضل أعراض منير، فبنبحث عن منير بيكون موجود. السؤال اللي بالتأكيد ينتظر الكثير من المشاهدين إجابته، هل من علاج نهائي لطنين الأذن أم هي جميعها علاجات مساعدة؟ هلا كلها علاجات للعرض. نعم. تريتمنت، مش علاج جذري. صعب نعالج الطنين
بشكل جذري إلا في 10%. يعني ما بنعامل معه مثل الالتهاب إنه مضاد حيوي وينتهى الموضوع؟ لا، 10% من الحالات يمكن علاجها بشكل كامل، تقريبا ممكن نرفعها ل 20%. نعم. يعني أنا بحكي يمكن عندي 15% بتعالجه بشكل كامل، البقية 85 ل 90% بعطيهم علاجات معينة بتساعدهم على التأقلم. ولكن الآن الحمد لله يعني مع طبيعة العلاج اللي عم بعمله مع الناس في نسبة كتير أكبر من هيك عم تتعالج، ولكن عم تاخد شوية وقت، تقريبا 12 ل 18 شهر. هل يوجد حالات دكتور فيها يستدعي اللجوء للجراحة؟ أن نلجأ لي؟ للجراحة؟ أكيد طبعا، إذا في حدا عنده سوائل في الأذن وعم تعمل عنده طنين بنحط له تيوب نعمل له جراحة، إذا التهاب بخشاء الأذن، ولكن هاي بنكون عم بنعالج خشاء الأذن وليس الطنين. إذن هنا الأمر يتوقف على التشخيص الدقيق؟ التشخيص الدقيق في واحد حاب أحكي فيه، اللي هو لما يكون في شد داخل عضلات الأذن، الأذن فيه عضلات، فإذا فيهم شد ممكن نعمل عملية لهاي العضلة نرخيها شوي بحيث أنه الطنين. هلا المشاهدين راح يتخوفوا ويحكوا انه ارخاء عضلي اذا راح ياثر مستقبلا على السمع، على جوده السمع. لا لا ما باثر، ما هاي العضلات، هي العضله هاي في عضله وظيفتها حمايه الاذن من الصوت العالي، فاحنا ممكن نضعفها نقص جزء منها، او حتى لو قصناها كلها بننصح المريض ما يتعرض للصوت العالي. الان دكتور بما ان عرجنا على الاسباب وسبل العلاج، درهم وقاية خير من قنطار علاج، إذن هل من سبل وقاية؟ طب إحنا بدنا القنطار يعني. بمزح معك. طيب فعلا الوقاية خير من درهم، وقاية خير من قنطار علاج، وأنا بتمنى أنه الكل يلتزم، وأنا عملت حملات ويعني دائما بنصح المرضى يتفادوا التعرض لصوت عالي، لأنه التعرض لصوت عالي هو لابد أنه أكثر سبب للطنين. ممكن طبعا نهتم بصحتنا، السكر دائما نتحكم فيه، نبتعد عن الاكل اللي فيه سكر كثير، نتعامل مع الضغط النفسي بطريقه منطقيه، اذا في ادمان على مثلا التدخين واللي بتناوله بعض المشروبات الكحوليه بكثره، هذا كله ممكن ياثر ويعمل عندنا طنين، فبدنا نتحكم بهالاشياء. ممكن العلاج السلوكي يكون له دور كبير. كيف دكتور العلاج السلوكي؟ العلاج السلوكي حتى قبل ما يصير اي نوع من الطنين او اي شيء، اللي هم الناس اللي هي مره ثانيه حكيت في البدايه اللي بيصير عندهم الطنين مرض وليس عرض، اللي هو خلص بيصير بس يركز في الطنين فما بيروح، هدول ننصحهم بالعلاج. إذن هو عرض لمرض كامل؟ نعم، إلا إذا صار خلص يعني السبب راح وضل الطنين قد ما شخص مركز فيه. دكتور عند الأطفال في أعراض معينة، يعني تعرف الطفل يمكن يواجه صعوبة في أنه يشكي لك أو يشرح لك الأعراض، كيف أنا كأم أكتشف أنه ابني يعاني من طنين الأذن؟ بدك الصراحة بالعادة الأطفال ما بواجههم طنين. عظيم. إلا إذا كان درجة لا يعني والطفل مش رح يعرف يشرح. لا. بس بالعادة الناس شوفي تقريبا 60% من الناس في مرحلة معينة من حياتهم رح يواجهوا مشكلة الطنين، أغلب رح يكون عرضي لفترة مؤقتة ورح يروح، ولكن في نسبة رح يضل الطنين مدى الحياة، اللي هي بعض الكتب تحكي 10، بعض الكتب تحكي 20%. هاي النسبة موجودة عند من دكتور؟ في كل العالم. نعم. في كل العالم. لا عند من دكتور؟ هل من أمراض معينة فعلا ممكن أن تهدد بالإصابة بالطنين، طنين الأذن على مدار الحياة؟ الكبر أهم واحد، الكبر، كل ما زاد العمر كل ما زادت نسبة الطنين. كمرض خاص اعتبر الأمراض العامة والأمراض المزمنة بتسبب طنين، فبالعادة بننصح المرضى يتابعوا طبيب أنف أذن حنجرة عشان يتابع معهم الأعراض، والمرضى اللي بيأثر على حياتهم إنه عن جد يراجعوا، ونحن بنساعدهم عشان يتعاملوا معه، أو في بعض الأحيان يروح كلياً أو يروح بنسبة 90%. ممتاز 90%. دكتور تحدثت أنت عن الأسباب النفسية والأسباب العضوية لطنين الأذن، لكن خطر في بالي سؤال، بعض الأمراض النفسية قد توحي بأصوات معينة عند المريض، هل صدف وأن جاءتك حالة تعاني من طنين الأذن لكنها فعلياً هي هذه الأسباب ذهانية بحتة ليس لها أي عضوية المنشأ؟ رائع، ذكرتيني بلوحة رسمها إدوارد مونش، واحد نرويجي عام 1890 تقريباً، مش متذكر السنة بالضبط، اللي هي اسمها الصرخة. نعم. كان شكله زي هيك، واحد يمكن إذا بتحط الصورة على الشاشة، معروفة اللوحة، معروفة جداً اللوحة، يمكن من أشهر 10 لوحات في العالم. في ناس بيحكوا أنه كان بيعاني من طنين لما رسمها. فأنت حديثاً عن سؤالك، نفسياً في بعض الناس اللي بيسمعوا أصوات إذا في طنين بالخلفية كثير راح يأثر عليهم.
بس هاي طبعا اللي هي امراض الذهان وامراض الديليريوم، الامراض اللي فيها يعني، فبصير لخبطه ببطلوا يعرفوا يفرقوا بين صوت الطنين وبين الاصوات الثانيه. فالطبيب الشاطر كان طبيب نفسي او طبيب انف واذن حنجره بده يعرف انه هذا المريض قد يكون في عنده تهيؤات بالصوت، فبده يعرف متى يحول لطبيب نفسي، لانه لازم العلاج يكون حسب الاختصاص. اذا ما استشفه من خلال هذا الحديث بانه طنين الاذن قد يكون عرض لمرض كامن، ولكن لا يوجد علاج واحد يعالج جميع حالات الطنين، وهذا يستلزم التشخيص الطبي، فلكل حاله علاجها المناسب. وهنالك ايضا الكثير من العلاجات التجريبيه المباشره بخير وتلوح لنا في الافق. اكيد اللي راح يكتشف الحب اللي راح تعالج الطنين راح ياخذ جائزه نوبل باذن الله. مش راح يكون انا نحن يعني نعمل ذلك، ولا ان شاء الله لما تكون انت نعمل حبه يعني، بلكي نحاول نشتغل عليها، ولكن هذا راح ياخذ جائزه جهود نوبل. جهود مباركه بكل الحالات دكتور، ونحن دائما ما نامل بانه مثل هذه الامراض الغامضه او غير المكتشفه علميا لهذه المرحله بنسب كبيره، نامل في ان يكون هنالك فعلا جهود وابحاث واوراق علميه يتم مناقشتها ويتم فيها الوصول الى علاجات نافعه وعلاجات مفيده فعلا في القضاء على مثل هذه المشاكل المزعجه. كل شكر لك دكتور سلطان سعد. العفو، تشرفنا بشوفتكم، وان شاء الله كل مره بننبسط فيكم يا رب. بالتاكيد دكتور، والشفاء دائما لمرضانا، واحنا وسيله للشفاء من خلال رب العالمين. الله يشافي جميع المرضى ان شاء الله.